ويا صباح الهنا، احنا وصلنا خلاص لاخر الشهر، خلاص بنفنش في رمضان وبدأنا نزهق من اللحمة ومن الفراخ، وبدأنا عايزين شوية تغيير زيادة، مش بس في الأصناف اللي هي حاجات شوية مش شرقي، لأ كمان في النوعيات. فهنبتدي نعمل سيفود بقى، هنتجرأ ونخش. عاملة لكم النهاردة طاجن بومفام اللي هو طاجن سيفود بالبشاميل، تعالوا نشوف هنعمله ازاي. حط شوية زيت، بصل، طبعا السي فود عايز ثوم زي ما احنا عارفين. لو خدتوا بالكم هتلاقوني في معظم اكلاتي بستخدم ملح فلفل، ما تلاقونيش بحط بهارات كده الا في الحاجات اللي بتبقى عايزه، زي الهندي عايز بهارات والتشاينيز، لكن في الحاجات التانيه بعتمد على ان احنا نظبطه بحاجات مش بهارات كتير، يعني ما نستخدمش بهارات كتير. هبدا بالكالاماري، ببقى مقطعاه صغير قوي زي ما احنا شايفين مربعات كده عشان يستوي بسرعه وما ياخدش وقت خالص. وحطيت الكالماري ليه الاول؟ عشان بياخد وقت، فنسيبه كده دقيقه ولا حاجه لغايه ما يبتدي يبقى نص سوا، واخش على طول بعد كده على السمك والجمبري. الجمبري كمان قبل السمك، نخلي اخر حاجه السمك. هحط مستردة، مستردة عادية مش حب ولا حاجة. بما اني مقطعة الكاليماري صغير فهقدر انزل بالجمبري على طول دلوقتي. نتقطع برضو صغير، بما ان احنا بنصور outdoors، الدبان شم ريحة السمك بقى جات له الحالة. هنزل بالسمك لان خلاص الجمبري غير لونه. ممكن نحط ليمون وممكن ما نحطش زي ما احنا عايزين، يعني دي حاجة ترجع لنا. هحط الشبت، شبت ده كمية السيفود ده والجمبري والكاليماري، بصوا شبت ايه، ربطة كاملة يعني. انا هنا ما حطيتش ليمون ليه؟ عشان انا حاطه مستارده، فالليمون المستارده هتدي وتغني عن المزازه. هحط بس الملح والفلفل، هقلب بقى التقليبه التمام. بعمل انا بقى حاجه تركه كده عايزه اوريها لكم، اما نيجي هنغرف الطاجن هوريكم بعمل ايه. خلاص كده كله استوى في بعضه، هنبتدي بقى هنغرف ال السي فود في الطاجن. بس انا بعمل ايه بقى؟ هو المفروض بتحط السي فود وبعدين بنحط البشاميل فوقيه وبعدين الجبنه الموتزاريلا. انا بحب احط شويه جبنه موتزاريلا معاه كده، يعني بتديله كده ايه، تبقى لذيذه. وشويه بشاميل برضو هاخدهم اهو كده، واروح مقلبه كله مع بعضه، وبعدين اروح بقى مكمله الخطوات بتاعتي العاديه زي ما احنا شايفين اهو كده. منظر يا جماعه قاتل. صفيه شويه من الميه اللي فيه ده عشان ما تبقاش الميه كتيره. وهجيب مضرب، اديله كده بس ضربه، وانزل بالبشاميل. كده وبعدين هروح حاطه الجبنه الموتزاريلا على الوش عشان يحمر، ويخش على الفرن وبألف هنا.
هنسيبه في الفرن حوالي 10 دقائق ربع ساعة لغاية ما يحمر الوش. احنا مش محتاجين غير الشواية اللي فوق لان هو كل حاجة فيه مستوية، فهنيدوبك يتحمر وشه في 10 دقائق ونطلعه وهنشوف هيبقى شكله عامل ازاي. هنطلعه بقى دلوقتي من الفرن ونشوف شكله بقى عامل ازاي. شايفين المنظر بقى عامل ازاي؟ الوش متحمر، طاجن جاهز على ان الواحد ينقض عليه وياكله. اشوفكم بكره ان شاء الله.